على النقطة دي، نقطة مهمة جدا لدكتور الشوقي سيادة اللواء. طب احنا يعني كده مش الادوار هتكون كثيره بالنسبه للامن في المرحله المقبله، لان هم بينزلوا برضو باعداد كثيره، فاحنا كده بنتكلم على اعداد كثيره في المرحله المقبله يمكن ان تحبس، طبعا لينا سند قانوني فيها ادراجهم كمنظمه. انت شايف الصوره ازاي يا فندم؟ هقول لحضرتك فيما يخص طبعا السند القانوني. طبعا انا متفق مع استاذنا الدكتور احمد فيما ذهب اليه، وانا اشير الى ان مجلس الوزراء المصري حسنا فعل بان هو اعلن ان تنظيم الاخوان تنظيم ارهابي. هو اعلن الحقيقه بعد حدث جلل، لان الماده 86 من قانون العقوبات بتعرف الارهاب، وهو الماده دي الحقيقه ماده طويله شويه، انما هنختصرها في اربع عناصر فقط. العناصر دي لو انطبقت على اي جرم اصبح الجرم ارهابي. العناصر تتمثل في الاتي: ان الجرم يكون من خلال مشروع اجرامي. يعني ايه مشروع اجرامي؟ يعني لما اجي اعمل اعمال شغب في جامعه القاهره وفي الازهر وفي المنصوره وغيرها، يبقى ده مش حدث منعزل، ده مشروع. لما اجي اقطع طرق في اكتر من محافظه، ده مشروع. يبقى فكره المشروع هنا مش معناها عمل منعزل، ده اعمال متكامله. لما اعمل تفجير، مش تفجير واحد، تفجير في الاسماعيليه وتفجير في المنصوره وتفجير في القاهره ومحاوله اغتيال وزير بتفجير، دي اعمال كلها تدل على فكره المشروع. إيه انا عندي نص الماده اللي هو لا ما هو لو دخلت في نص على كل على كل من يشترك في نشاط الجماعه او التنظيم او يشبهها بقول او كتابه باي طريقه اخرى. ده 86 مكرر. ده التجريم اللي اشار اليه استاذنا الدكتور احمد. انما انا بتكلم على تعريف الارهاب، هم ليه قالوا عليها منظمه ارهابيه؟ عشان ينطبق عليها تعريف الارهاب ولا ما ينطبقش؟ فانا بتكلم على عناصر اللي هي تتعلق بتعريف الارهاب. العناصر دي اربعه: ان في مشروع، واحنا قدامنا مشروع. طب فكره ان بيستخدم القوه، طبعا واضحه من خلال استخدام القوه التي تصل الى مش السلاح العادي بس، المتفجرات. العنصر الثالث انه هدف الاخلال بالنظام العام، وهذا واضح تماما، كل الاعمال هدفها الاخلال بالنظام العام في مصر. الرابعه، النقطه الرابعه او العنصر الرابع في الارهاب او مفهوم الارهاب، هو انه هدف احداث حاله من الرعب العام او الترويع، وهذا ايضا موجود. يبقى اذا لما مجلس الوزراء يقول والله التنظيم ده تنظيم ارهابي لان انطبق عليه تعريف الارهاب وفقا للماده 86. استاذنا الدكتور احمد اشار الى الماده 86 مكرر، اللي هي بتجرم بقى ان التنظيم ده من يديره او من يقوده ويهدف الى ان هو يخل بمؤسسات الدوله، ده يبقى مهدد بان هو يحاسب بعقوبه تصل الى المؤبد. اما اعضاء التنظيم المشاركين، اعضاء التنظيم، اعضاء التنظيم حتى لو ما عملوش حاجه، كون انه ينتمي الى التنظيم بيصل الجرم ده العقوبه بتاعته لغايه 5 سنوات سجن، ده منتمي الى التنظيم. طبعا بعد ما اعلنوا ان هذا تنظيم ارهابي، هو يمنع ان هو يقوم بالاعمال. مفروض اللي حتى قبل الاعلان، الاعمال اللي كانوا بيقولوا بيها تعد جرائم سواء قبل الاعلان او بعد الاعلان يستويان. انما المهم في الاعلان ده حاجه يعني مهمه جدا، الا وهي ان مجلس الوزراء اعلن بوضوح ان هناك هيبقى تطبيق صارم للقانون، هيبقى في شعور يعني سواء المخالف بالقانون او حتى المواطن بقوه القانون. هو ده المهم. انك بتعلن ان ده تنظيم ارهابي. على فكره الاعلان ده ليه اثر نفسي قوي جدا. من منظور امني هو ليه اثر نفسي على التنظيم نفسه، ونمره 2 حتى على المجتمع المصري.
نعم تفضل. شكرا على هذا الايضاح. دكتور احمد احنا كنا بنتحدث على يعني حضرتك تحدثتني داخليا على سبيل المثال اذا خرجت مسيرات او مظاهرات او تجمعات، طب ايه الحاجات التانية المترتبه على هذا القرار يا فندم؟ هو بس انا عايز اوضح انه قبل الاعلان عن ان جماعه الاخوان المسلمين هي تنظيم ارهابي كان انشاء الجمعية اللي انشأت جمعية الاخوان المسلمين اللي هي انشأت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، نعم ما كانش ده عمل يعني مجرم. ايضا قيادة او زعامة جماعة الاخوان المسلمين من بواسطة المرشد العام للاخوان المسلمين ما كانتش عمل مجرم، وبالتالي اعلانها انها تنظيم ارهابي حول كل هذه الاعمال الى اعمال ارهابيه. يعني هنلاقي انه انشاء خاص الجمعيات الاهليه وفي انشاء او تاسيس او تنظيم او اداره جمعيه الاخوان المسلمين بعد دلوقتي جريمه. تولي زعامه او قياده جماعه الاخوان المسلمين بقت جريمه. الانضمام لهذه هذا التنظيم بقى جريمه. مش بس كده، دعوه الاشخاص او اجبارهم للانضمام لهذا التنظيم اصبح جريمه. كل ده ما كانش مجرم قبل الاعلان، لكن اللي كان مجرم ان هو ان يرتكب احد افراد هذه الجماعه عمل من اعمال العنف. نعم. لكن بالاعلان ده اصبح كل هذه الاعمال مجرمه. كل من يتصل بجمعيه الاخوان المسلمين وكل من الهيئات المختلفه، مش الهيئات اللي هي اللي تبعهم، لا اللي بيتصلوا بجماعه الاخوان المسلمين زي الهيئات والشركات وكده، دول عقوبتهم مصادره او تجميد اموالهم لحين النظر في ما اذا كانت هذه الاموال كانت بتستخدم لدعم النشاط الاخوان ولا لا. نعم. لكن كل ما يرتبط بجماعه الاخوان، يعني مثلا جماعه الاخوان كانت جماعه محلوله او محظوره، وبالتالي القرار ده بيجرمها. مش بس بيحظرها ولكن بيجرمها. نمره اثنين، ان جمعيه الاخوان المسلمين اللي تاسست دي اصبحت يعني منتهيه لانها مرتبطه بجماعه الاخوان المسلمين. ايضا حزب الحريه والعداله، نعم، اصبح الان الحزب نفسه اصبح الان مجرد الاشتراك في هذا الحزب عمل اجرام. لانه هذا الحزب كان بيسمى انه الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين. فاقصد انه الاعلان الذي صدر عن اعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه كان له اثار كثيره بخلاف ما كان يتخذ ضد هذه الجماعه في السابق قبل الاعلان ده. يعني كل اللي كان بيتخذ قبل اعلانها كجماعه ارهابيه هو ان كل من يرتكب فعل من افعال العنف بيحاسب، وهنا بتبقى العقوبه شخصيه. يعني العقوبه شخصيه. يعني حضرتك عايز تقول كل من له علاقه بالقريب او بالبعيد من جماعة الاخوان المسلمين سيكون هو الاخر مدرك تحت التنظيم الارهابي. لا، هيبقى مجرم. مع التنظيم الارهابي يعني يعتبر تنظيم الارهابي. مش كده بس، الكتابة يعني مثلا حضرتك الان ما تقدريش تستضيفي اي شخص من افراد التنظيم، حتى وسائل الاعلام هيبقى محظور عليه. لانه استضافتك ليه هتعني انه بيروج لفكره الجماعه الارهابيه، وهذا الترويج جريمه. لو حد بيكتب في الصحف جريمه عن الاخوان يعني، او بيدعم الاخوان. فكل وسائل الاعلام او كل ما من يعني الكتابه على الحوائط، نعم، بعبارات يعني تدعم الاخوان دي جريمه. يعني المساله اصبحت دلوقتي لها ابعاد تانية. ده بالنسبه لل يعني، طيب يعني مثلا انا قبل ما ادخل بقى في موضوع خارجيا، انا بس عايزه سيادة اللواء الدكتور صلاح، انا في بقى ليا يعني كده تعليق بسيط، ان كثير من المحللين بيرون ان ادراج هذه الجماعه في هذه الفتره كمنظمه ارهابيه بالشيء الخطير، لان انت كده هتخليهم ينزلوا تاني تحت الارض ويعملوا في الخفاء، وممكن يكون الجرم في المرحله المقبله اكثر بكثير، خاصه
أن التنظيم الدولي للإخوان هو الداعم لهم. حركات كثيرة كحركة حماس وحدث ولا حرج ودول كثيرة. كيف يمكن أن ننظر لتلك المسألة من النواحي الأمنية يا فندم؟ أقول لحضرتك حاجة فضل. مهمة جدا في السياق ده. أولا هم ليه بعد 30/6 وبعد يعني عزل الرئيس السابق انتهجوا العنف منهاج ليهم؟ هم لو كانوا عدلوا عن منهاج العنف وكانوا عملوا انتخابات رئاسية جديدة ثم احتكموا الى شرعية الشعب، كانوا على فكرة استطاعوا ان يعودوا مرة ثانية. نعم. طب هم ليه عملوا كده؟ يعني هم ناس مدركين تماما لما يفعلوه، وهم يقدروا يكسبوا كانوا لو لم ينتهجوا العنف منهاج ليهم. انما هم ليه عملوا كده؟ لان هم يعلموا علم اليقين ان هم في اتصالات ثبتت بينهم وبين اكبر تنظيم ارهابي عالمي، وده في حد ذاته يجعل جميع القادة متهمين باتهامات خطيرة جدا تصل العقوبة فيها الى الاعدام، فما عندهمش وسيلة تانية غير العنف. عشان كده بدأوها عنف ومستمرين عنف. وكان الموقف بتاع 24/12 ده مفترق طرق. التفجير بتاع المنصورة مفترق طرق، بمعنى ايه؟ انت الحكومة والسلطات قاعدة يعني تواجه الافعال اللي على الارض بصبر ومواجهات تقليدية، انما لما يجي الجرم يصل الى هذا المستوى انت ما بتموتش ضباط شرطة وافراد شرطة نص قطن من المتفجرات بالظبط يا فندم. يعني انت موت شعب مصر لما تحط نص طن متفجرات في منطقة صغيرة. انت هتدمر كل المنطقة. ليس فقط مديرية امن الدقهلية ولكن المنطقة المحيطة بكثير منها. بالظبط. المحلات اولا المنطقة العباسي دي منطقة زي الموسكي بالظبط، ومكان التفجير على بعد بالظبط 50 متر من منطقة تجارية، اكبر منطقة تجارية في المنصورة. المحلات لغاية 500 متر اتأثرت وحصل تدمير ليها. طب ايه اثر يعني الاعلام ده؟ الاثر الاساسي والاهم على فكرة معنوي. الاثر بتاعه الاهم معنوي. معنوي لمين؟ لشعب مصر، معنوي لقوات الشرطة وقوات الجيش، لان الحدث اللي حصل في 24/12 حدث كبير، فانت لازم كنت ترد عليه بانك انت تعلن. الحقيقه القرار كان متاخر يا فندم. لا مش متاخر ولا حاجه. لا هو معلش، هو في ناس كتير قاعد بيقولوا متاخر، لا هو مش متاخر ولا حاجه، انما كان لازم بعد حدث زي يوم 24 ده كان لازم على طول خلاص بقى ما فيش انتظار. انما في خطوه مهمه جدا متممه للقرار. القرار ده قرار سياسي، قرار من سلطة تنفيذية، إنما الأوفق